وكما كانت تفعل الجدة، كان القهوجي يلعب نفس الدور بتصرف، حيث كانت القهوة تساعد الأجداد العظام على التركيز من أجل اتخاذ القرارات السياسية الخطيرة. وما زلنا نذكر قهوة ماتاتيا التي أصبحت أثراً بعد عين بعد هدم بعض بواكي ميدان العتبة الخضراء، والتي شهدت المنتدى السياسي الأدبي الشهير الذي كان يؤمه زعماء من الطراز الثقيل مثل جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده والزعيم الخالد سعد زغلول. وفي الموسوعة الفريدة وصف مصر التي عكف على تأليفها وإعدادها عدد كبير من علماء الحملة الفرنسية، يحدثنا العالم الفرنسي الشاب آدم فرانسوا جومار عن مقاهي القاهرة التي يصفها بأنها المكان الحقيقي لبهجة الرجل الفقير الذي يحصل عليها بثمن رخيص على مشروب لا غنى عنه، لكنه لا يسترد قواه عن طريق المسكرات المتخمرة، حيث إنه يقوم بعمل شاق تحت درجة حرارة مثيرة للأعصاب. وفي هذه المقاهي يقص رواة العرب الكثير من الأقاصيص في روعة وفصاحة معهودة كل دروب الأقاصيص أو العجائب التي يسمعها المصري للمرة العشرين بنفس السرور عند سماعها له في المرة الأولى. ويشغل العاطلون أنفسهم بكثير من الألعاب في المقاهي، منها الشطرنج والضامة والمنجلة، أما أكثر ما يبهجهم قبل كل شيء فهو خيال الظل. لا تزال بعض مقاهي القاهرة تحمل أثرا مما حدثنا عنه آدم فرانسوا جومار، إلا أن يد التطور قد طالت كل تفاصيل القاهرة بالطبع بما في ذلك مقاهيها، وتعددت أشكال المقاهي، فعرفنا منه الشعبي أو البلدي والتقليدي الكلاسيكي الذي يميل للطابع الإفرنسي والمودرن. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حدوتة مصرية، وحدوتة اليوم مختلفة حيث نعرض لمعجم مختلف في اللغة العربية، هو معجم المقاهي. هذا المعجم مما يتكون الفكرة من وراءه، البحث التاريخي والاجتماعي حول هذا المعجم. معنا الدكتور أيمن زهري الخبير في مجال دراسات الهجرة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. هو أولا إحنا يعني سعداء جدا بوجود معجم مصطلحات المقاهي الشعبية، لأن الحياة الشعبية دلوقتي بتنقرض وما فيش معاجم خاصة بالحياة الشعبية ومفرداتها المختلفة. يعني حضرتك متخصص في دراسات الهجرة، لماذا اتجهت إلى مثل هذه الدراسة؟ اولا بقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه، وللشعب المصري كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه عيد الاضحى وبمناسبه كمان بدايه السنه المصريه وعيد النيروز. في الحقيقه طبعا انا يعني بالاساس باحث متخصص في السكان ودراسات الهجره، لكن يمكن من فتره لاحظت انه عادة بيبقى في انفصال بين العمل الأكاديمي وبين التواصل مع الناس، فده جزء من محاولتي للتواصل مع الناس بشكل عام. بالنسبة لمعجم مصطلحات المقاهي الشعبية، في الحقيقة أنا مهتم بالفولكلور كهاوي، ويمكن من مرتادي طبعا المقاهي الثقافية في القاهرة الخديوية من فترة كبيرة جدا، فلقيت انه في تحول، يعني التحول اللي حصل مش تحول بس تكنولوجي ان الناس بقت تستخدم الانترنت والهواتف الذكية، لكن في تحول في نمط الحياة نفسه. يعني الناس بدأت تنتقل من القهاوي العادية اللي احنا نشأنا لقيناها للكوفي شوبس او اللي هي المقاهي الحديثة او العصرية او الاوروبية بشكل عام، لان هي مش حديثة الا عندنا احنا. ولقيت انه الفولكلور اللي احنا نشأنا فيه بدأ يعني يقل او بدأ ينزوي تماما في بعض المناطق، فحبيت ان انا اوثق الحالة دي قبل ما تنتهي.
اتمنى طبعا انها تنتهيش. يعني حضرتك ذكرت ان مقاهي وسط البلد حضرتك من مرتديها، هل الفكرة جات لك فعلا من خلال مقاهي وسط البلد وفكرة المقاهي الثقافية وتراجع هذه الفكرة؟ طبعا المقاهي الثقافيه دي حاله، يعني حاله من ضمن الحالات المقاهي الشعبيه، وهي كمان طالها نفس التغيير اللي حصل في المقاهي العاديه. لكن يمكن الفكره جات لي من يمكن من استرجاع ذكريات النشاه في الصعيد، والقهاوي اللي كانت جنب الاسواق اللي هي القهوه البسيطه جدا، وبعد كده تطور القهاوي بشكل عام. لكن الفكره كمان نشات من ان انا يمكن عملت بحث ودورت، لقيت انه ما فيش حاجه معموله بالشكل ده. يعني دايما في كتب معموله عن المقاهي الثقافيه، وبتتكلم دايما عن الدور الثقافي للمقهى الشعبي بشكل عام، لكن ما فيش حاجه بتتكلم عن يعني المقهى نفسه بيشتغل ازاي، او الرطانه اللي بيستخدمها القهوجي. ليه؟ لانه زي ما حضرتك عارفه ان كل مهنه ليها المصطلحات الخاصه بتاعتها، ليها الرطانه الخاصه بتاعتها. لكن بالنسبه للمقاهي الشعبيه دي حاله خاصه. ليه؟ لانه مثلا لو بنتكلم عن المصطلحات بتاعت النجارين بيتكلموا مع بعض في الورشه، انا مش شايفهم كمواطن عادي او كمستقبل للشغل بتاعهم. يعني بيجيب لي الباب ويركبه وخلاص، بيعمل لي النجاره بتاعته اللي انا طالبها وخلاص. لكن بالنسبه للقهاوي انا بشوف الكلام ده وبشوف الرطانه دي قدام عيني، يعني انا بطلب حاجه الاقيه هو بيطلب حاجه تانية مختلفه خالص. صحيح، يعني هذه الملاحظه يمكن هي مدخل للدراسه، هي كانت لكن بالفعل كده. يعني اكتر شيء لفت نظرك لهذه الدراسه وفك شفره اللوغاريتمات الخاصه بالقهوجي او النادل. يعني طبعا حضرتك بالنسبه يعني من ارتياد المقاهي بشكل عام، لاحظت انه دايما في ثنائيه اللغه، انه الزبون دايما بيطلب حاجه، وبتلاقي انه القهوجي بيبلغ حاجه تانية مختلفه عن اللي انا طلبتها، او الاسم بتاع الحاجه مختلف. ده اللي خلاني فكرت ان انا اجمع كل المصطلحات دي بحيث انها تفضل موجوده للتاريخ. يعني لانه يعني للاسف عاجلا او اجلا القهاوي الشعبيه دي بتتلاشى او بتنقص، وبيحل محلها الكوفي شوبس. لو يعني ابدا حضرتك مثلا مثل بسيط خالص عن الموضوع ده، حضرتك ممكن تقعدي على قهوة، ودلوقتي على فكرة بقى حتى القهوة الشعبية بقت ثنائية الجنس، يعني بتلاقي دلوقتي سيدات كتير وبنات قاعدين على القهاوي اللي هي كانت زمان للرجالة بس. وده تغير طبعا يعني طرأ في المجتمع، ما اقدرش اقيمه سلبي او ايجابي، لكن ده اللي حصل فعلا. بتطلبي مثلا حضرتك تقولي له عاوزة واحد ينسون وواحد قهوة سكر زيادة، هو يتكلم حاجة تاني خالص، يقول واحد عيادة وواحد قهوة عالي. يعني أيوة، عيادة دي معناها إيه طيب؟ معناها ينسون، لأنه اليانسون استخداماته دايما طبية. أيوة، ف يعني علاجي بتمرن فعلاجي، علاجي. فاعتبر إنه ده حاجة كأنك رايح العيادة يعني. طيب إحنا لو شفنا من الأول مفردة قهوجي، يعني قهوجي دي واضحة إنها تركية. لا، هي قهوجي طبعا القهوة عربية بالأساس، يعني القهوة يمنية. القهوة كلمة قهوة بن، يعني البن لا، كلمة اليمني، لكن قهوة في القهوة نفسها. كلمة قهوة يعني خمرة. أيوة، ده ده كانت الأساس ممنوعة. يعني في اللغة العربية، وكانت ممنوعة لأنه يعني كانت بتؤدي إلى اختلاف الحالة العقلية، يعني الناس تبقى مصهللة قوي فاعتبروها زي منعت الخمرة. المقاهي فترة طويلة بسبب اسم القهوة. بالظبط. فقهوة يعني خمرة. لكن لما نتكلم عن الاستخدام الدارج دلوقتي، قهوجي زي يعني زي عرباجي زي جزماجي، زي هي من مقطعين، كلمة من مقطعين، قهوة اللي هي الجزء الأول، وبعدين جي قهوة جي. فكلمة جي دي يعني صاحب الأل، صاحب القهوة يبقى قهوجي، صاحب العربة يبقى عرباجي، صاحب يعني اللي بيعمل الأحذية يبقى جزماجي، وهكذا. فاللفظ نفسه تركي، لكن القهوة عربي. البن نفسه عربي. طبعا. يعني افتكر ان حتى المشاريب نفسها لها تاريخ برضو، يعني قبل ما ندخل في المشاريب واسمائها، اللغة المعجم ده هل له قانون معين؟ هل له صياغة لغوية محكمة او نحو زي ما بنقول، قواعد خاصة بيه؟ لا، هنا انا ما بحثتش على الاصل اللغوي، بحثت على المعنى. يعني ما اصلتش المصطلحات اللي انا جمعتها بشكل لغوي كبير، لكن يعني استعنت باللغه طبعا عشان افسر بعض الحاجات، حتى باللغه الانجليزيه نفسها، لانه في حاجات داخله فيها الانجليزي زي استكانه شاي.
يعني استكانة دي لفظ ايست كان، كان يعني كوباية، وايست يعني شرق. فلانه دي من ضمن الحاجات اللطيفة في الموضوع، يعني الموضوع على فكرة متشعب مش بس تركي. ايست كانتي اللي هي استكانة شاي دي، كان طبعا حضرتك عارفة انه الانجليز هم اللي يعني عملوا صناعة الشاي لما لقوا في الهند، لكن في الهند كانوا بيستخدموا الشاي او بيشربوا الشاي في كوبايات صغيرة اللي هي احنا بنسميها كوبايات شاي خمسينة. كوباية الشاي الصغيرة دي كانت مختلفة عن كوباية الشاي اللي بيستخدموها في انجلترا ايام الاحتلال، لما كانت انجلترا محتلة إنجلترا. الهند، فكانوا مستغربين للكوباية الصغيرة دي فمسمينها ايست كان، يعني الكوباية بتاعت الناس الشرقيين، وكانوا بياخدوها للذكرى معاهم في لما يرجعوا اجازة للعساكر ياخدوها طب معاهم، وصلتنا ازاي بقى؟ فسموها ايست كان لان لما احنا جوا احتلونا لا احنا في النص، يعني مصر دايما كانت مهمة جدا لانها مرحلة يعني مجاز او عبور او منطقة عبور للمستعمرات الهندية. والخمسينة أصلها إيه؟ يعني فاه من فال سنة بقت استكانة عندنا بالعربي ومبقناش عارفين يعني ايه استكانة. دي المقابل بتاعها في لما اتخففت بعد كده بقت كوباية شاي في الخمسينة. كوباية شاي في الخمسينة دي برضو هي نفس الاستكانة في الخمسينة لان الكوباية صغيرة قوي، اما كلمة خمسين بالذات او رقم وفي خمسين حركة بالإيد، يعني حتى بيصاحبها حركة، إيه هي الحركة بالضبط ومعناها؟ لا هو ما توصلتش قوي للحركات الايد، لكن كلمة استكانة او كلمة شايف الخمسينة دي مرتبطة بسعة الكوباية، الكوباية 50 مللي جرام، الكوباية الصغيرة دي 50 مللي جرام، فسموها كوباية شايف الخمسينة. بالتأكيد طبعا من 100 سنة أيام الاحتلال ما كانش فيه حكاية المعايرة، يعني ما كانوش يعرفوا الفرق بين الكوباية 50 وكده، دلوقتي ده حتى مكتوب على قعر الكوباية من تحت، لما حضرتك تشتري كوباية بتلاقي الحجم بتاعها أو السعة بتاعتها، ومن هنا جه حكاية كوباية شايف الخمسين. طيب اللغات اللي لقيتها في المعجم ده، طبعا حضرتك كاتبه معجم عربي او مفردات عربية، لكن بالتأكيد لقيت لغات تانية وثقافات تانية موجودة في طبعا المعجم. لا طبعا القهوة بطبيعتها يعني عابرة للغات وعابرة لأنه الشاي بيجي من حتة والقهوة بتيجي من حتة، والطريقة عمل الشاي والقهوة والحاجات دي كلها عبارة عن ثقافات مختلفة بتنصهر وبقت ثقافة القهوة المصرية دلوقتي. يعني زي ما قلت لحضرتك الاستكانة متاخدة من اللفظ الإنجليزي، القهوجي متاخدة كلمة صاحب القهوة متاخدة من التركي، في قهوة فرنساوي، في يعني في دخل عليها حاجات زي تمباك، والتمباك اللي هو التوباكو بالإنجليزي، وفي التمباك الأصفهاني شيشة عجمي، شيشة عجمي معناها ده من ترجمة العجم، إيراني من والعجم يعني الفرس يعني إيران. ليه؟ لأنه التمباك الأصفهاني ده كان هو أهم تمباك بيتعمل بيه التمباك، ده يعني وحتى كلمة تمباك يعني توباكو، لكن هي ارتبطت في القهاوي بالتمباك اللي هو المعسل اللي بيبقى ورق، مش معسل، اللي بقى الدخان بيبقى ورق ومش محطوط عليه عسل عشان ميبقاش معسل، وبيتبل بميه وبيتلف حوالين الحجر المعسل وبيتحط فوقيه وحدة فحم واحدة من فوق، وده يمكن من أصعب أنواع التدخين لأنه مش مخلوط بالعسل فبيبقى مركز. مركز بشكل كبير. يعني دخلت في صناعة معدات القهوة أو المواد الخاصة بالقهوة زي التمباك والمفردات بالتأكيد، الخاصة لا التانية. انا رصدت كل ما يحدث في القهوة، زائد طبعا المواد بتاعة القهوة. لو بصيت حك للمواد بتاعة القهوة بتلاقي انه داخل فيها حاجات كتير، يعني بالإضافة طبعا حكاية الدخان نفسه ده موضوع كبير جدا في القهاوي، طبعا احنا ضد التدخين بالكامل اكيد، يعني الدخان ده موضوع تاني خالص. ليه؟ لانه حتى دلوقتي طبعا مع ظهور الكوفي شوبس حتى التنافسية بتاعتنا في انتاج اصناف الدخان انخفضت، بقى في دخان دلوقتي مستورد، يعني يقول لك معسل بحريني، معسل فاخر، أصبح بيستورد للأسف. يعني اللي احنا طبعا كان زمان المعسل بالشكل التقليدي بتاع القهاوي في علبة كرتون كده لونها روز، معسل سلوم ماركة الكوكب، ده كان يعني هو المكتسح. دي صناعة استراتيجية دي خمسة صناعة طبعا يعني. بالتأكيد، يعني ده كان زي الشاي والقهوة، يعني كان زمان الناس في البلد عندنا يروح يجيب التموين ومع المعسل، ده جزء من تموين الشهر بتاعه. دلوقتي الموضوع بقى حتى في القهاوي العادية بقى الموضوع يعني متشعب شوية، تعدى الحدود الوطنية وبقى
في ثقافات تانية داخلة في الموضوع ده، وبقى في تطور يعني، حتى والألفاظ بتاعت الحاجات اتغيرت، اتغيرت. المشاريب نفسها او الطلبات الاوردرز بالظبط اتغيرت يعني، يعني. يعني حتى الشيشه زمان كانت حاجه بسيطه جدا يعني، كلمه شيشه دي كانت قليله الاستخدام لانه كان في تعميره، التعميره دي يعني اللي هي الحجر المعسل على التعميرة دي بصلاح جاهين، فاكرة أغنية بالظبط كان فيها التعميرة. اللي هي هات التعميره بتاعت الليله الكبيره. فالتعميره دي يعني اولا هي حاجه يعني معناها متعمره، يعني عامرة بالمعسل عشان تعمر دماغك يعني، أو تظبط المود بتاعك. فكان من تطور الشيشة نفسه، طبعا الشيشة بدأت أولا ما كانش اسمها شيشة يعني، كانت في الأرياف زمان في بحري وإبلي كان اسمها جوزة، والناس متخيلة جوزة دي وسيلة تدخين حاجات وحشة يعني زي الحشيش وحاجات زي كده. لا، هي كان اسمها جوزة، ما وكانت كانش، من نحاس يعني، كان لا شكلها كانت مختلف جوزة علشان من الجوز، من كانت نبات من الجوز. جوز الهند. حضرتك عارفة جوز الهند عبارة عن كورة كده يعني، غلاف زي الخشب كده قوي جدا وجواها يا جوز سبحان الهند. الله. فكانوا هما ما بيكسروهاش زي ما احنا بنكسرها دلوقتي، طبعا اللي بيبقى واحد دلوقتي بيكسروها بشاكوش كده على العربية، لا هما كانوا بيفتحوا فتحة من فوق ويطلع جوز الهند اللي جواها، يشرب المية بتاعته وبعدين يطلع وتفضل له الفرغة اللي من بره دي، دي يعملها أداة تدخين، عشان كده بقى اسمها جوزة. يحط فيها الحتة اللي فوق ويحط فيها الغابة، وكانت غابة ما كانش لي، دلوقتي بقت لي. وحتى اللي ده اتطور، زمان كان طبعا على فكرة اللي ده حاجة فنية جدا يعني، اللي بتاع ثورة في عالم الشيشة التدخين. حاجة جميلة جدا، لا حاجة يعني الكلاسيك بتاعنا التقليدي الأصلي ده لوحة فنية في حد ذاته، لأنه بيتعمل بمهارة شديدة جدا، كان بيتعمل من الجلد ويتلف عليه كده سلسلة من يعني من المعدن علشان يفضل محافظ على الشكل بتاعه ما يتبططش، وكان بيتحط له مبسم جميل كده متبطن بقطيفة بشكل حلو. دلوقتي ده كله التراث ده للأسف يعني بدأ ينقرض، ودخلت الحاجات الصناعي بقى، اللي ده أو يعني الخرطوم اللي بتشد منه الدخان بقى بلاستيك يعني، راح الديكور والحاجات الجميلة دي. الحاجة التانية كمان المؤسفة جدا إنه وسيلة التدخين نفسها اللي هي الشيشة بالشكل الفلكلوري بتاعها، الحتة اللي فوق اللي كانت بتتعمل من نحاس وعليها نقوش فرعونية وعليها الكسوة بتاعتها عليها رأس نفرتيتي كانت دايما بالشكل ده، حتى دي مبقتش موجودة دلوقتي، استبدلت بشيشة أزاز مستوردة من الصين صحيح للأسف. يا دكتور أيمن، يعني الكلام كله كان عن الوجبات السريعة وعن المطاعم الجاهزة، لكن في الهوية بتتغير بحاجات يعني ممكن الإنسان يعتبرها تافهة لكنها جزء من الثقافة وبتعكس الثقافة. خلينا بالتأكيد، نرجع تفضل. للقهوة، والقهوة يعني نصبة غرزة يعني لها أسماء كتيرة جدا ومستويات، يعني طبعا مش طبعا، مستوى هو واحد. القهوة يعني في حدها الأدنى هي الغرزة يعني، دي بداية القهوة على فكرة دي، ودي مش حاجة عيب يعني، يمكن الأفلام المصرية صورت لنا الغرزة على إنها مكان لتدخين الحشيش ومكان المخدرات. يعني للمخدرات وكده، لا الغرزة دي كانت شيء طبيعي جدا، كانت كل الأسواق الأسبوعية بتاعة القرى كان بيبقى جنبها غرزة، والغرزة على فكرة كانت بتبقى مؤقتة يعني، حتى الغرزة نفسها أحيانا بتنتقل من مكان لآخر كده والاسم ده يا فندم، غرزة يعني زي الغرس، الخيمة مثلا باعتبار انها بالظبط كده، متنقلة. لانها بتتغير من مكان لاخر، فهي كانت عباره عن مكان مؤقت يعني، ممكن سبات بوص اللي هي معموله من البوص مثلا، والناس وحصر، او احيانا يعني لو راقيه شويه الغرزه بتبقى عباره عن اقفاص، قفص كبير كده زي بتاع الفراخ، طبعا مش قفص البلاستيك من الموجود الجريد. دلوقتي، من الجريد وبتفرش عليه الحصيره والناس بتقعد، ودايما وسيله التدخين كانت الجوزه اللي هي اللي معموله من الجوز، وبعد كده استبدلت بانها بتتعمل بالنحاس، وكانت كمان حاجه فنيه جميله جدا لانه يعني حاجه دائريه من النحاس عليها نقوش برضو، ومع يعني التدهور اللي حصل في الناحيه الاقتصاديه يمكن في السبعينات والثمانينات انتقلت من انها تبقى نحاس او جوزه بتاعت جوز الهند، بقت على فكره علبه مبيد حشري
المبيد الحشر التقليدي، مش عاوز حضرتك اقول اسمه عشان بتتكلم. ما يبقاش اعلان. يا نهار ابيض. اللي لونها اصفر، اعتقد انها بقت ازاز، يعني مثلا مستوى من المستويات ازاز. هي بعد كده بقت برطمان ازاز، اللي هو برطمان كبير بتاع المربى ده، بيشيل الغطاء بتاعه وبيحط له حته حضرتك فلين. بتتكلم ان الغرز لها مستوياتها في الشيشة طبعا. وفي في ادوات التدخين، وأدوات التدخين وأدوات الشرب برضو. ادوات الشرب دي مختلفه تماما يعني عن اللي احنا وأسماء بنشوفه دلوقتي، المشروبات كمان. حتى اسماء المشروبات مختلفه. يعني اولا الشاي بتاع الغرز دي بيبقى مغلي كذا مره، فده باسمه شاي سفنجه. ليه الاسفنجه؟ لانه بالظبط يعني ورق الشاي نفسه كأن بتعصريه ينزل شاي جديد، بيسموه شاي فما كوبيا باين، ولا انا مش بيغيرهوش، عارفة. ويعني بيسموه شاي حبر. حبر. ليه؟ لانه بيبقى غامق جدا. طبعا كمان الحاجه التانيه انه السكر بيبقى منه فيه احيانا، يعني ما بيحطش سكر بيحطه في للشخص انه البراد. بيحط في البراد، مش بيحط حتى في الكوبايه زي ما احنا بنعمله مثلا في البيت. وفي كمان خليط من يعني في بعض القهاوي بتقدم خليط من الشاي والقهوه، ده بيبقى اسمه وده ايه بقى؟ بيسموه سكالانس. سكر. واضحة الخلطة يعني. وده على فكره يعني منبه قوي جدا، لانه شاي وقهوه وسكر مغليين، وده عاده على فكره يعني بيبقى موجود دلوقتي في الغرز اللي موجوده على الطرق، لانه دي اللي بيقف جنبها سواقين سوائل النقل. النقل. ده منبه، وعلى فكره ده منبه قوي، وكمان احنا بنوصي بيه لانه البديل بتاعه صعب. يعني السواقين طبعا بياخدوا حاجات تانية عشان يستمروا في القيادة لفترة طويلة، فكونوا ونوصي ياخد للطلبة شاي برضو وقهوة اللي مش وحش، بيذاكروا، يعني والطلبة طبعا بيتعمل لهم الموضوع السكالانس ده. ده مفيد جدا للتنبيه. في أدوية طبعا بياخدوا طبعا. أدوية منبهة يعني، فده لا كويس، ياخد سكالانس مش ده وحش. طبيعي جدا، كويس. كده احنا الغرزة خلاص. طيب الدكة في الغرزة مثلا، أو الجريد اللي في الغرزة ده له اسم، يعني برضو الشيشة اللي بمبيد حشري دي لها اسم، ولا بتتقال برضو جوزة برضو نفس لا، الشيء؟ هو كل ما ليس له لي متحرك، يعني اي حاجه تحط فيها غابه تبقى دي جوزه، مش شيشه. طبعا كان في حاجه اسمها بوري زمان، ودي اختفت تماما. ايه هو البوري ده؟ ده زي شيشه بالظبط، بس الفرغه بتاعته، الفرغه يعني الاناء اللي بتحط فيه الميه من تحت، الفرغه بتاعته ما بتتخلعش زي الحته الازاز اللي تحت دي، بتبقى لازقه فيه وبتبقى موجوده فوق شويه، يعني بقاله قاعده كده، وحته بارزه من في الوسط، دي وبعدين شيشة القلب ثابتة دي يعني، اسمها نقدر. بوري. وبرضه بيبقى ليها لي متحرك، يعني يقدر يحركه الشخص، لانه ما يقدرش يشيل الجهاز ده الإناء كله. نفسه. دي كمان كانت حته فنيه جميله جدا، دي لانه كانت في البيوت كانت بقى. معموله، لا في القهاوي، كانت معموله من النحاس، ودي تقريبا اختفت خالص، وحل محلها الشيشة اللي هي موجود فيها الإناء الإزاز اللي بيتحط تحت الشيشة. نتنقل ما بعد الغرزة، المستوى اللي بعد الغرزة ايه؟ المستوى اللي بعد الغرزة هو القهوة التقليدية العادية، يعني القهوة اللي كان زمان فيها راديو وأم كلثوم والترابيزات الرخام المتغطية برخام ورجليها حديد، والشكل والكرسي اللي هو قرص، اللي كنا بنغير القرص لما يبوظ القرص ده، اللي هو الكرسي الخشب الجميل ده، ودي ليها يعني شكل مختلف خالص، او يعني نمط تعامل مختلف. هو نمط تعامل راقي جدا للناس اللي متعودين على القهوة، يعني الناس اللي هم زباين القهوة. لكن لو واحد جاي فجأة كده القهوجي ما يعرفوش وطلب شاي مثلا، يبلغ النصباجي، النصباجي ده اللي هو قاعد على النصبة، والنصبة دي هي المنصة إعداد المشاريب، يقول له وطلب شاي مثلا، يقول له واحد شاي على الباب، معناها ده زبون طياري يعني، أو واحد شاي طيارة. واحد شاي طيارة معناها الزبون كده أي كلام، ده جاي كده ده يعني. اللي نسمعها طيارة، يقول لك يعني شاي سريع ومخدوم بقى وبسرعة وكده. لا، شيء طيارة ده معناها واحد زبون طياري، يعني ايه، هيمشي بسرعة فما فما تعملوش. تهتمش بيه قوي يعني. كمان فيها حاجة كمان اختفت، ودي كانت جميلة جدا، الرمالة. الرمالة دي كانت حاجة زي الصينية كده، بس ملهاش حروف من الجنب، يعني مستطيل كامل وعالية شوية لفوق حوالي 15 سنتي، ومفروش عليها رمل، ودي بيحطها على موقد يعني بيولع تحتها، فبيسخن الرمل.
وبيغرز فيه الكنكة بتاعة إعداد القهوة، بيحط طبعا على مية بيضة، يعني على مية من الحنفية على طول، يعني مش متسخنة، وبيحط فيها القهوة والشاي ويغرزها في الرمل لغاية ما تستوي بسخونة بطريقة الرمل. صحراوية بدوية يعني تبدو يعني لا، فكرتها. هي منتشرة من يمكن 150 سنة، من أكتر من 150 سنة في القهوة المصرية، ما خدوهاش من فكرة الطريقة الطهو البدوية. بالشمس أو الطهو في الرمال دي طريقة برضو في الصحراء ما يعني فكروش موجودة. فيها قوي، لأنه هو ما بيستخدمش سخونة الجو، ده بس هو بيسخن الرمانة تحتها. أكيد طعمها مختلف يعني. دي رائعة، دي أجمل قهوة ممكن حضرتك تشربيها، لأنها معمولة فعلا على يعني نار هادية جدا على نار هادية بشكل غير عادي. مضمونة يعني. جوه القهوة في حاجات كمان كتيرة قوي ما تلاقيهاش في الكوفي شوبس. بتلاقي واحد اسمه المركجي، والمركجي ده عادة يبقى صاحب القهوة يا إما واحد موثوق فيه جدا، وفي يعني علبة صغيرة كده زي الحصالة وجنبها يعني طبق أو طبقين عليهم ماركات زي بتاعة عصير القصب زمان. ها، الماركات دي ألوان مختلفة، زمان كانت بتاع ده معمولة من النحاس أو من الألمونيا، دلوقتي للأسف معمولة من البلاستيك بالألوان المختلفة. زمان كانت نحاس وألمونيا وأحجام صغيرة وكبيرة. دي لما القهوجي يطلب طلبات معينة يقولها للنصباجي اللي بيعمل الطلبات، وفي نفس وهو واخدها وماشي يحط من عنده، هو بيبقى واخد 100 و100 مثلا او 200 و200 من العملات دي، يديها للمركجي اللي هو واقف على الماركات دي، ياخدها ويحطها في الحصاله. اخر النهار بقى يشوفوا حاجه لذيذه او اسمها الغله، الغله يعني الايراد اليومي بتاع القهوه، يبتدي يفتح الحصاله دي ويلاقي، يقول له مثلا عندك 70 واحده من الاخضر و80 واحده من الاحمر، دول قيمتهم مثلا 400 جنيه، يديه 400 جنيه والباقي يبقى البقشيش بتاعه. فدي المركجي اختفت دي تماما مثلا لما مع القهاوي الحديثه، وانه يجيب لك كاشير بقى ريسيت والحاجات دي. النصباجي طبعا مهم جدا، ومهم هنا بقى التناغم بين المركجي، بين اسف القهوجي والنصباجي، تناغم غير عادي كانه فعلا بيعزفوا لحن. صحيح يعني. ممكن ما تسمعش الهواجي قال ايه، وممكن حتى يعني كمان اللغة كمان يعني، ممكن الواحد ما يعرفش اللغة وقال ايه ومع ذلك بيتأكد ان الطلب مظبوط. مظبوط جدا. وبتلاقي انه عندهم يعني سرعه بديهه رهيبه جدا، وعندهم قدره على الحفظ غير عاديه، لانه ممكن في 10 دقائق القهوجي يقول للنصباجي مثلا اعمل لي 30 40 شاي على 10 قهوه على مشروبات تانية، وفي تناغم شديد بينهم. لو باظ التناغم ده بتتلخبط الدنيا، وبتلاقي المشروب بتاعك نزل مش هو اللي انت طالباه والحاجات دي كلها. فالتناغم ده من خلال اللغة، من خلال بقى المكون الرئيسي في المعجم ده، اللي هو القهوجي بيقول ايه للمركية عشان ينفذ طلباتك بس. يعني الحقيقة عالم ثري جدا بالمصطلحات والعادات والتقاليد نفسها واللغة والعلاقات الثقافية يعني. احنا بنشكرك دكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة، ألف شكر يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، حدوتة مصرية ممتدة معكم بعد هذا الفاصل.